وبنرجع بنتأهل بيه مستمعينا الكرام، واكيد بنرجع بنتأهل كمان بالصديق الاستاذ وضاح لقصين من رويال بيج تيم ريالتي، ذا فيرتكس تيم، خبير العقارات يلي اشتقنا لك. وهيدي اول مره انا وياك بنلتقي بسنه 2024. خليني عايدك واقول لك كل عيد وكل سنه انت بخير، والجالي بالف خير، ووطن الام بالف خير، وان شاء الله سنه 2024 تكون سنه حافله بالصحه والسلام يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، وكل عام وانت بخير ان شاء الله، والصحه والسلامه، وان شاء الله يا رب نكون بلادنا بالف خير، وفلسطين ولبنان، والله يعين العالم، وان شاء الله يا رب تكون السنه هذه احسن على الجميع. ونتمنى اكيد لكل اهلنا واحبابنا السلامه، وان شاء الله نعدي هالمرحله على خير. اكيد انا نهايه سنه 2023 بتهنئه، وكنت عم بهني فريق رائع جدا جدا برئاسه الاستاذ وضاح لقصين. انا ما بعرف اذا سمعتني او لا، بس اكيد كنت انتم مشغولين يومتها لسبب ما كنت مع الهوا، ولانه ذا فيرتكس تيم وحاضر جنابك انت والفريق كلكم ربحتوا ذا تشيرمنز اوورد. فخبرنا اول شيء مبروك لك انت والفريق، وخبرنا وخبر مستمعينا عن ذا تشيرمنز اوورد. متابع معنا انت مركز. والله يا فعلا صح، احنا يوميها كنا يعني مجتمعين بصالة، وكنا عم نستنى النيوز زينا زي أي واحد عادي يعني. كنا طلع الأونر لرويال بيج كندا على زوم ميتينج، و they started announcing الوينرز لل 2023، والحمد لله كتر خير الله يعني احنا مرتبتنا كانت جدا رائعة. يعني احنا أول شيء حصلنا على الشيرمان كلوب أورد، وهذه من أعلى الأورد اللي ممكن أي حدا من برويال بيج يوصلها، بتأهله أن يكون بواحد في المية من عدد الإيجنت الموجودين لرويال بيج اللي هم أكثر من 24,000 إيجنت أو تيم. فإحنا كانت الحمد لله مرتبتنا 144 بين أكثر من 24,000، أظن 25,000 أو هيك شيء إيجن بكل أنحاء كندا، فمرتبتنا 144 كانت كتر خير الله. وبرضو كمان أخذنا الإكزيكتيف أورد، برضو هذه أورد بتخص نوعية الورك اللي إحنا والسيرفيس اللي بنعطيها، فهذه أعطونا أورد عليها. وبرضو كمان أعطونا أورد أوف إكسلنس اللي هي الكاستمر ريتنشن، اللي هو لما بيكون الزباين مبسوطه وفي جود فيدباك، فاخذنا الاكسلنس اوورد برضه. فكتر خير الله الحمد لله، يعني كانت سنه جدا صعبه على الكل، ومع الانترست ريت ومع الانفليشن ومع كل شيء، بس الحمد لله يعني الشغل كان كويس، وزبايننا ما تخلوا عنا، واشتغلنا مع بعض بقلب وحب، والحمد لله أخذنا هاي الأوردز كليتها أكيد بنفس زبائننا وأصدقائنا وأصحابنا والناس اللي بتهتم فينا. أكيد بتستاهلوا وبتستحقوا كل هودي الجوائز خي وضاح لك والفريق كله سوا. وكمان لازم يعطوا كمان جائزة جديدة قريبا، إذا ما عطوهني أنا بحب أعطيكم إياها، وهي جائزة الإنجاز اللي بدلشتوا فيه السنة هايدي. يمكن بلشين قبل مرة، بس السنة مثل ما بيقولوا دعستوا على البنزين فيها، وهيدي اللقاءات اللي عم تعملوها عندكم بالمكتب الجديد هونيكي، يلي عم تجمعوا فيها عدد من العالم البزنس وغير، لحتى تاني تعملوا محاضرات عن الانفستمنت وجروب انفستمنت. خبرنا هيدي تفتكر ثالث لقاء هلا عاملينه للسنة اللي مرقت هيدي بالنسبة الجروب انفستمنتس، خبرنا عنهم وكيف الواحد بيقدر يكون ضمن هاللقاءات هيدا. صحيح صحيح، احنا هذا ثالث لقاء. اول لقاء عملناه كانت تجربة، عملناه زي ما بذكر باكتوبر، عملناه عنا في المكتب على حجم صغير، عزمنا 20 شخص وحضر منهم حوالي 15، وكان في مجموعة جدا راقية من الانفسترز والفي اي بيز عنا بالمكتب. مجموع النتورث كان عندنا في المكتب بحدود 100 مليون
توتال بين الحاضرين. فكنا بنتكلم عن اللي صاير بالماركت والشو اللي ممكن يصير السنه اللي جايه وشو تبعيات الانترست ريت العاليه وكيف ممكن الناس زيهم يحضروا الماركت بالشكل هذا. بس هاي الايفنت فتحت لنا عيوننا، لانه احنا بعد ما عملنا الايفنت بطريقه يعني احنا حطينا كابل اوف بوست بسيطين على السوشيال ميديا، بس لاحظنا انه في كان تفاعل جدا كبير من العالم الثانيه، وكان في كثير ناس صارت تقول ليش ما عزمتونا وليش ما كذا وليش هذا. فاحنا انتبهنا انه فعلا الماركت متعطش ل لايفنتس بالشكل هذا ولا معلومات بالشكل هذا. فعملنا كمان ايفنت، بس عملناها بال باللاجو بريستورانت فول سكيل، وعملنا بارتنرشيب مع بينيكل، وكانت الايفنت جدا ناجحه. كان في حوالي 100 شخص بالايفنت، وكانت زي ورك شوب نتكلم عن عده انفستمنت اوبورتونيتيز اللي ممكن الناس تستثمر فيها، بيسايد طبعا الريل استيت او المتعارف عليه انه الواحد يشتري بيلدينج او بلازا. فالنجاح اللي حققته هذه الايفنت اللي عملناها بنوفمبر، لاحظنا انه لازم نكمل المشوار. فاحنا هلا اعلنا امبارح بالسوشيال ميديا وبعثنا ايميل للانفسترز جروب اللي عندنا انه بنعمل كمان ايفنت بتاريخ 24 جانوري. اللي بحب يشترك معنا بهذا الايفنت لازم يتواصل معنا حتى نعطي معلومات اكثر عن نوعيه البرودكت، واذا بتحب ممكن احكي عنها كمان البرودكت. هي اكيد في اوكي. طيب اوكي، اذا بتحب نحكي ممكن احنا في هلا في عندنا 3 ديفرنت برودكتس اللي حنتكلم عنهم للايفنت اللي جايه. في إكوتي إنكم تراست برودكت حنتكلم عنه بخص الإنرجي. هذه تعتبر زي شركة تساهم بمشاريع الإنرجي وبالمايننج وبالأويل وبالإستراكشن. فهذه ممكن الناس تستثمر في هذه الشركة بمبالغ مش كتير كبيرة، يعني حتى as minimum as 10,000 per للسهم الواحد. في شركة تانية هنتكلم عنها Lifestyle Fund، هذه تعمل unique resorts أو يعني cottages و resorts to build family values. It's a very unique group منتشرين في ألبرتا و بريتش كولومبيا وفانكوفر، فممكن برضو الواحد يستثمر بشركة بالشكل هذا. وفي بالآخر طبعا ما نستغني عن الريل استيت، شركة تشتري مالتي فاميلي بيلدينج وبتعملهم فور رينوفيشن وبتأجرهم بمبالغ أكبر، فبيصير في إكويتي جينيريشن للإنشال إنفستمنت، وبيصير في طبعا ستدي إنكم وبيعمل ديستريبيوشن للأمان. ففي كتير ناس يكون عندها مبالغ مثلا 50,000 100,000 ما فيها تشتري بروبرتي تو انفست بالشكل هذا. فاذا فهاي البرودكت بالشكل اللي بنعرضها وحنضلنا نعرضها باذن الله ممكن تتيح الفرصه للناس انهم يستثمروا بهاي الاوبورتونيتيز حتى لو 10,000. بس دائما بحب انوه انا انه اذا في حدا ما عنده غير 10,000 أو 20,000 أو 30,000 مثلاً مبالغ بسيطة بالشكل هذا، ما بنصح أنا إنه يعني يدخل بهيك investments groups، لأنه دائماً في ريسك طبيعي، أي بزنس في ريسك. فإحنا بنتكلم عن الناس اللي فيها عندها extra 10,000 أو 20,000 أو 30,000، مش إنه يكون تحويشته كلها 20,000 ويجي يحطها بالشركة هذا. طبعاً هذا إحنا دائماً ما بننصح فيه وما بنحب انه الزبون يعمل خطوه بالشكل هذا. هذا بس لانه الردود فيها يمكن يكون بطيء، يمكن يكون سريع، يمكن يكون بطيء، انه بده وقت يعني الواحد لبال يشوف المردود تبعه. بس مش انه معناته اذا حط 10,000 دولار راح ممكن مضمون انه يخسرهم، لا، هودي انه بس انه المردود ياخذ وقت.
بالضبط، انا مش هذا فكرتي، انا فكرتي انه تعرف الناس كل واحد بمر بظروف بحياته، فانا الفكره انه اذا واحد ما عنده غير 20,000 يجي يحطها بالشكل هذا بإندسمنت بالشكل هذا، هذه بترتبط لمده سنه او سنتين او ثلاثه حسب نوعيه الإندسمنت اللي بيختاره. فاذا صار لا سمح الله عنده مطالب فاينانشال وبده هاي المبالغ، يعني ما رح يقدر يسحب هذه المبالغ بالوقت اللي هو بده اياها، يعني حيعطل حياته. هاي الفكره، يعني الموضوع مش موضوع انه ممكن يخسر المبلغ، موضوع انه اذا واحد ما عنده غير هذا المبلغ ما بننصح انه يشترك بالشركات هذه، لانه هذا بتربطه الشركات، والمردود موجود شهري، بس ما هو المشكله المردود بيكون قليل بالنسبه للانيشال انفستمنت. احنا بنتكلم عن بين 10% ل 17% ريتيرن، which is very good return. لكن بالاخر انت بتتكلم اذا واحد مضطر بده مبلغ 10,000 او 20,000 او 30,000 لاي سبب من الاسباب، بده علاج، بده يشتري سياره، بده كذا خربت شيء، فهذا طبعا حيعطل حياته. فاحنا ما بننصح بالشكل هذا، احنا دائما بننصح انه يكون في اكسترا اماونت اوف ماني عنده، واللي ممكن يحطه كانفستمنت من غير ما يعطل حياته، ويكون لسه عنده اللي بنسميها الخميره دائما الموجوده على جنب للامرجنسيز، بكون هذا كثير ممتاز. اكسل اخي وضاح، يعني بدنا نحكي بعد بغير مواضيع، بس لانه هذا الاسبوع جانا خبر انه سنه 2023 كانت من السنين يلي كانوا نوعا ما سيئين وبطيئين كثير بالنسبه للعقارات والريل ستيت اندستري، بس هالشيء تغير كليا بنهاية السنة. بس يقول بس عطونا الأرقام، عطونا إياهم على السنة كلها سوا، بس نهينا السنة وبدأنا السنة الجديدة بأخبار حلوة ورائعة. فش رأيك ناخد فاصل صغير وتخبرنا عن قديش عالم العقارات والريل ستيت اندستري تغيرت بآخر السنة واللي شايفينه بأول السنة؟ فاصل ونرجع نتابع برنامجنا مع وضاح الغصاين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. ورجعنا لتابع برنامجنا معكم على شين 97.9 مع خبير العقارات and a good friend of mine Mr. وضاح الغصاين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. هي وضاح، كنا عم نحكي قبل الفاصل عن التغييرات الحلوة يلي شفناها بنهاية السنة ويلي عم نشوفها هلأ بداية السنة، لأنه فعلا يعني إذا نشوف المعلومات، المعلومات ما بتكذب، المعلومات معلومات. سنة 2023 مرقنا بإشياء كتير، يعني 6 مرات تقريبا علوا الفايدة، وهيدي أكيد أكد وأثرت على إشياء كتير. بس نهينا السنة بأمل حلو، وابتدينا سنة 24 بكمان أخبار حلوة. ظاهر الماركت عم بتصير تحمى شوي شوي. خبرني بالضبط انت شو رايك بالوضع يلي عم نشوفه وبنختبره؟ صحيح صحيح. هلا احنا دائما احنا بنطلع على الاحصائيات وبنطلع على الارقام وبنطلع على كل هذا الموضوع، بنطلع على الايكونومي وهل وشو عم بتصير بالانفليشن او نسبه التضخم والكلام هذا، لكن دائما الارض الواقع مختلف شوي، وخاصه انه معظم الاحصائيات بتتضمن كل كندا بشكل عام، ولكن احنا على ارض الواقع هنا موجودين في اوتاوا، فاحنا بنلمس احيانا تغيرات مختلفه شوي عن الميديا محترامي اكيد، بس انه الميديا عاده تحكي من شكل اكبر من شكل اوسع على مستوى اونتاريو وعلى مستوى احيانا حتى كندا، لكن احنا موجودين على ارض الواقع وبنشوف طبعا تغيرات مختلفه. يعني احنا ب 2023، يعني احنا خلينا نقول مثلا 2022 العقار زاد بنسبة حوالي 7.10%، تقريبا 7%. ف 2022 كانت زيادة كثير قوية، 2021 كانت زيادة 21%، فهذا طبعا، و 2020 كمان كانت زيادة 19%. هذا الزيادة هذه الكبيرة صارت قبل هيك، الزيادة هاي الكبيرة عفوا صارت قبل هيك بالسبعينات، صارت تقريبا بالاول السبعينات بال 73 و 74، زادت 25% وزادت 21% وبال 76 حسب ما بتذكر برضه زادت 10%، وبرضه بالثلاثينات اول الثلاثينات برضه نفس الشيء صار، سوري عفوا اول الثمانينات نفس الشيء صار، زادت 21% بال 83 وزادت 18% بال 84. فاحنا بنلاحظ احنا انه كل 10 سنين
بنمر بهذه الزياده اللي بنتكلم عنها. وهذا برضه نفس الشيء صار باول ال 2000، زادت 10% وزادت 14% وزادت 9%. وهذا اكيد نفس الشيء اللي صار هلا معنا باول ال 2020، ونفس الشيء عم بصير بالضبط، اللي هي زادت 19% و21% و7%. فدائما كل بعد زياده اول 10 سنين دائما بنلحقها نقصان، بس النقصان اللي بصير بسيط جدا مقارنه بالزياده اللي الماركت بيحصل عليها. يعني نرجع مثلا للستينات النقصان كان بحدود 4%، اذا نتكلم عن السبعينات النقصان ما صار في نقصان، صار في بس زياده بنسبه تقريبا 1%. اذا بالثمانينات طلعنا الزياده صارت برضه 1%، وبالتسعينات صار النقصان حوالي 2.9%، وبال2000 كانت زياده 3%، وبال2010 كانت زياده بحدود 1%. هلا بال2020 صار في نقصان 5%. فاحنا اذا بنطلع انه نسبة الماركت دروب مقارنة بالزيادات اللي كانت عم بتصير، عادة بتصير زيادات بأول حقبة اللي خليها كل 10 سنين، يعني أول 1990، أول 1900، أول 2000، أول 2010، أول 2020. وهلأ بلحقوا دائما زيادة 3 سنين وبعدين يصير في نقصان بحدود بين الصفر في المية للخمسة في المية. هلأ السنة هذه في سنة 2023 كان في نقصان 5%. هلأ احنا في الماركت موجودين وعم نطلع عم نشوف ايش اللي عم يصير في الماركت، في زيادة نوعية بالنسبة المشترين، نسبة المشترين عم بتزيد بشكل ملحوظ. احنا بديسمبر لاحظنا انه الكوندوز او الابارتمنتس او يعني اللي عليهم كوندوفين ارتفع المبيع تبعهم بشكل ملحوظ جدا، حتى الاسعار الافرج برايس زاد بحدود 10,000، مش نسبه كبيره بس هذا مؤشر جدا ممتاز. ولاحظنا انه نسبه المبيع عندنا بديسمبر زادت بشكل ملحوظ جدا، وهلا على اول جانيوري عم نلاحظ انه كل البروبرتيز اللي صار لها 4 أشهر و5 أشهر و3 أشهر معروضة للبيع وما عم تتحرك، عم نلاحظ هلأ أنه صارت تنباع واحد وراء الثاني. يعني إحنا بالنسبة لنا إحنا مكتبنا من أول السنة كبرتكسين من أول سنة لهلأ الحمد لله كتر خير الله، أكيد يعني كنا بيعين بحدود 10 بروبرتي من أول سنة لهلأ. فبينما في ديسمبر يعني أنجأ كنا بيعين حوالي 5 بروبرتي، بديسمبر كنا بيعين بس 2 بروبرتي. فشوف الفرق انت، في زياده نوعيه، احنا شايفين في تحسن بالماركت، واحنا بنشجع الناس هلا وقت الاسعار لسه ما زادت لكن في زياده بالطلب والانترست ثابت. وفي طبعا امريكا اعلنت انه ممكن تنزل الانترست بسنه 2024، وفي كثير بنوك هلا عمال بتنزل الانترست، حتى ممكن تقدر تاخذ الانترست 5%، وهذا جدا مؤشر عظيم. فإحنا اللي بده يشتري هذه فرصته الحقيقية إنه يشتري فعلا بكل معنى الكلمة، لأنه من هان لأول صيفية بتصور حترجع الأسعار تبلش تطلع. وهلأ لكن الوقت دايما بنحكي بهالوقت هذا بشهر جانيوري ليبلش يخطط الواحد إذا بده يبيع، لأنه فصل الربيع هو من أهم أشهر وأهم فصل للبيع، فبده يكون عم يحضر وإيش منه. بس مش معناتها بيقدر الواحد أو لازم ينطر للربيع ليحط بيته، مثل ما حضرتك عم بتقول هلأ الوقت لا تحصلوا على الأرقام اللي أنتوا عم تطلعوا عليها، لأنه وخاصة الأشخاص اللي عم تبرم على بيت بدها تشتري بيت، يمكن هلا الوقت مناسب لإله. بالضبط بالضبط، صحيح صحيح 100%. هلا كل اللي بفكر يبيع لازم يبلش يتحرك ويرتب أموره، على أساس يبلش يشوف كيف إيش اللي ناقصه البيت، يستشير خبير عقارات، يستشير يتواصل مع البنك ويشوف إيش نسبة الانترست حتكون عليه، لأنه إذا مش طلت البلد حيكون الرينيو تبعها this year، بكون أنا يمكن غلطان، إن إحنا نتكلم عن حوالي 30% من المورجج هولدرز هيكون الرينيو تبعها السنة هذه.
فيعني هذول لازم يتواصلوا مع المورجج بروكر ويعرف بالضبط قديش الريول تبعهم، واذا ما بيقدروا يعملوا يجددوا طبعا يتواصلوا مع ريل استيت ايجنت ويشوفوا ايش الاسعار وكيف ممكن تنباع، لانه هلا بلش البايرز يتواجدوا بشكل اكثر لانه طمنوا انه الماركت عم بتحسن. ف واللي بده يشتري هلا فرصته الحقيقيه زي ما قلنا انه الاسعار بعد ما طلعت بس في ضغط هلا بلش يزيد، وطالما انه الضغط ضله موجود الاسعار حترجع تطلع بشكل ملحوظ. اكسلنت. لكن مثل ما حضرتك قلت بدايه السنه كثير منيحه لرويال بيج ذا فيرتكس تيم، معناتها راح في عدد من البروبرتيز، بس اكيد عندك بروبرتيز بعد غير. خبرنا شو في جديد بالفيرتكس تيم؟ شو في جديد؟ والله في عنا عده ليستنجز جديده بالفيرتكس تيم. في عنا هلأ لستنج على مكارثي بهانت كلاب، سينجل هوم، فور بيدرومز، دبل جراج ب 899، very very nice house updated. في عنا كمان property تاون هاوس على لترم أو فندلكليك بالأحرى، معروضة ب 650، تاون هاوس كثير حلو ومبني ب 2015 وسعره جدا مناسب. في عندنا كمان بروبرتي إذا بدنا نتكلم، خلينا نتكلم شوية كوميرشال، في عندنا تريبلكس عارضينه للبيع هلا جديد بعد ما حطيناه على الماركت، موجود بتقاطع تقريبا قريب على تقاطع بنك وهيرون، بنك هيرون التريبلكس هذا دخله جدا جدا ممتاز، والمردود تبع البيلدينج هذا هيكون بحدود 6%، سو اتس فيري جود ريتيرن مقارنه باللي بنعرض هلا موجود على الماركت، واحنا بنتكلم عن سعر 985,000، سو اتس فيري جود بروبرتي. في عندنا كمان دوبلكس بمنطقه فانيه بحدود 629,000، برضو very good return اللي بفكر يشتري بمنطقة ثانية. شو في عنا كمان؟ في عنا هلأ commercial warehouse معروض للأجار بمنطقة كانتك بحدود 5,000 square feet اللي بفكر يستأجر، وفي عنا offices برضو كانتك معروض للأجار، ممكن واحد يستأجر يعني مكتب واحد بحدود 500 square feet لغاية حوالي 2500 square feet. وفي عنا كمان على جيلمور بالداونتاون برضو مكاتب للأجار، ممكن الواحد يستأجر المبنى كله أو ممكن يستأجر مكتب individually بحدود $750 بالشهر، وهذا is a very good deal. في عنا أراضي commercial للبيع بدندس، منطقة دندس 225 بحدود 265,000، هذا very nice future. وفي عنا أرض zoned for residential density R4 ب 2 مليون، مساحتها 16 ايكر ممكن تتقسم وينبنى عليها مالتيبل فور بلكسز او حتى 6 بلكسز في المنطقه هذيك، موجوده على بيرث على هاي واي 7، ات هاز ا فيري فيري جود فيوتشر. والله ما بتذكر في شيء ثاني. الله يزيدهم يا رب. معناتها بالله ما انت كنت عم بتقول لنا انه راح 10 بروبرتيز هلا ببدايه السنه، فاكيد هلا بدنا يجي 10 غيرهم، وفي هودي اللي قلت لنا عنهم. كيف عم بتلاقي لنا وضع الكوميرشال؟ والله الكوميرشال في تحسن كثير قوي يعني صراحه، لانه احنا عم نلاحظ انه في طلب كثير كبير موجود هلا حاليا بالكوميرشال. الاحداث اللي صايره في البلاد عم بتخلي كتير ناس تعمل تدفق للأموال تبعتها من دول الخليج ومن دول الشام، سواء سوريا أو حتى في ناس في فلسطين كمان أكيد عندهم رؤوس أموال، وبلبنان كمان عم بنلاحظ إنه في أموال عم تيجي هنا على كندا، وفي هنا عالم تحاول تستثمر في كندا. يعني أنا يعني استضفت كذا شخص بديسمبر قبل ما نطلع على الفاكيشن، كانوا جايين جداد من البلاد وعم بحاولوا يشوفوا إيش في opportunities هنا موجودة في كندا، وهذا طبعا بنطبق أكيد على الجاليات الأخرى. يعني إحنا في عندنا تدفق أموال كتير كبير من أوكرانيا، من روسيا، من
من حتى الصين لسه لغاية هلا. فإحنا نلاحظ إنه هذه الأموال اللي بتيجي وبصير في إنفستمنت هنا في كندا عم تشجع الكوميرشال بشكل كثير ملحوظ. ففي عدد كبير من الأراضي الكوميرشال مؤخرا خلال الشهرين الماضيين انبعث بشكل سريع جدا خلال الشهرين الماضيين. موجود كانوا اراضي صار لها سنين محطوطه باوتاوا ما عم تتحرك، انباعت هلا خلال الشهرين الماضيين. نتكلم عن مالتيبل ايكرز وهي كلها زون كوميرشال. فالملحوظ انه حيصير في حركه جدا قويه باوتاوا بالكوميرشال اندستري. Excellent. وضح لي صاين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. مثل كل مره بنلتقي الوقت بيركض راكد، فخبر مستمعينا عن كيف بيتصلوا فيك، واكيد بالنهايه منا رقمك الخاص اللي بده يتصلوا فيك دغري دايركت الى وضح لي صاين. طيب تليفوني انا الشخصي 613-878-3041 613-878-3041. وبحب بس اذكر شغله على السريع، احنا بنحب تو ويلكم اور ليتست اديشن في التيم تارا حنيفي. انضمت معانا على التيم جديد واسم الله عليها قويه جدا وعم تحاول تتخصص بالكوندومينيومز وبالابارتمنتس وبالداون تاون، وإنسانة جدا قوية ومتوقعينها نجاح باهر صراحة معانا بالتيم بإذن الله. وغير هيك إحنا برضو موجودين على كل أنواع السوشيال ميديا، الفيسبوك ويوتيوب وتيك توك وإنستغرام. وكل هاي الإيفنت اللي إحنا تكلمنا عليها في البداية كلها بنعلن عنها بالجميع أنواع السوشيال ميديا تبعتنا، ممكن يعملوا سيرش عليها ويتواصلوا معنا ويشوفوا معلومات إضافية بالنسبة لهذا لهاي الإيفنت. وضح لك صاين رول بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم، شكرا كثير لك and welcome to 2024. شكرا شكرا مستمعين.